السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله اليوم غادي نوجد معكم هذا البريوش. هذا خليكم مع المقادير والطريقه التحضير. وبالنسبه للمقادير اللي عندي هنايا، بالنسبه للزبده عندي 175 غرام ديال الزبده تكون هكا لينه نخرجها من الثلاجه من قبل. عندي واحد 4 ديال البيضات، عندي 400 غرام ديال الدقيق، الساشي ديال الفاني، الساشي ديال الخميره 8 غرام، وهنا عندي 175 ديال السكر، سنيده. صافي، داكشي اللي عندي في هذا البريوش. كما قلت لكم هذه الزبده كتخرجها من قبل في الثلاجه باش هكا دغيا كتكون على شكل بوماد، دغيا كتكون هكا سهله باش كتخدموا بها. صافي، الطريقه راه باينه هكا في الفيديو، خليكم البنات مع الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. صافي، هنايا من بعد ما خلطت ديك الزبده مزيان مع داك السكر والبيض كما شفتوا الفاني، دابا كندير الدقيق شويه بشويه. 400 غرام ديال الدقيق، غادي ندير ديك الخماره 8 غرام، وغادي نخلط كلشي وان شاء الله. وغادي نصوب البنات حتى كريم باتيسير. كريم باتيسير راه باينه، نصيت رود الحليب مع 4 المعالق ديال كريم باتيسير و3 المعالق ديال السنيده، غادي نديرهم فوق العافيه، غادي نحركهم مزيان ونديرهم فوق العافيه حتى كتعقد ليا ديك الكريمه. وان شاء الله ملي غادي نصوب هاد الخليط هذا عاد غادي ندوز هكا باش نصوب الكريمه. صافي، هنايا من بعد ما كملت ديك الكميه اللي عندي ديال الدقيق، العجينه كتجي هذا الخليط هذا كيجي على هذا الشكل، هذا كتجي العجينه خفيفه. هنايا عندي هذا المول هذا دهنتو هكا بالزبده، درت ليه غير الزبده، وهذا الا بغيتو كترشوا حتى الدقيق. صافي، غادي ندير فيه هذا الخليط هذا، غادي نحاول نسرحه بواحد المعلقه، نسطح ليه هكا الوجه ديالو بواحد المعلقه هكا، نقادو مزيان. كما قلت لكم راه الكريمه هنايا راه صوبتها وخليتها هكا واحد شويه باش غير تبرد. هنايا كنبسط هكا داك الوجه ديال هاد العجينه هادي ولا هاد البريوش هذا في هاد المول. وهنايا كما قلت لكم كريم باتيسير من بعد ما خليتها هكا واحد شويه بردات، غير واحد شويه باش تجينا هكا ثقيله واحد شويه، ما تجينيش جاريه. صافي، غادي نخويها دابا فوق هاد الخليط هذا ديال العجينه هادي ولا هاد الخليط ديال البريوش، نخوي عليه هاد الكريم باتيسير. محدها باقي سخونه، غير خليتها واحد دفات واحد شويه، حيت الا بردات مزيان غادي تكور ليا، ما غاديش تبغي مازال تسرح ليا فوق هذا الخليط هذا. من الاحسن غير كدفا ولا غير كتصوبوها في البلاصه وكتخويوها فوق، ما كتصوبوهاش هي الاولى، كتخليوها حتى كتكملوا هذا الخليط اللي عندكم وديروه في المول عاد كتصوبوها. من الاحسن بالنسبه للبنات المبتدئات اللي بزاف باقي ما كيعرفوش بزاف هكا شي اسرار هكا ديال شي حوايج بحال هاد الكريمه وهذا الشيء. صافي، عنايا عندي هاد، تقدروا ديروا الخوخ، ديروا الشهديه اللي يعجبكم، وغادي نستفوه غير هكا فوق هاد الكريمه هادي.
صافي. هنا عندي واحد شوية ديال السكر الأسمر هكا، غادي نرشوها هكا من الفوق، شوية ديال السكر الأسمر، شي ثلاثة المعالق هكا كبار، تقدروا ديروا حتى السكر العادي. غادي نرشوها هكا من الفوق، وغادي نزين بواحد شوية ديال الكوك من جناب كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو، وغادي نديروها هكا في الفران. الفران ما سخنتوش من قبل، بحال الكيك غادي نشعل الفران من التحت حتى كيبان ليها هكا كيتحمر من التحت، عاد كنشعل فوق واحد شويه. صافي ان شاء الله، وخليكم مع الفيديو حتى الاخر. هنا بالنسبه لهنايا غادي ندير غير الكوك، غادي نزين هكا بالكوك، تقدروا تخليوا الكوك حتى الاخر حتى يطيب لكم هذا البريوش هذا، عاد كديروا هذا كديروا الكوك في الاخر الا بغيتوا كديروه في الاول بحال اللي يعجبكم. انا بغيت هكا نديرو في الاول كما قلت لكم. صافي دابا غادي نساليو وغادي ندخلو الفران حتى يطيب ان شاء الله، ونرجع معكم. وصافي هذا هو البريوش ديالي من بعد ما خرجته هكا من الفران، كيجي هكا محمر كما غادي تشوفوا معايا هكا نتوما، كيجي هكا محمر من التحت، كيجي طايب، وكتجي ديك كريم باتيسير هكا كتجي زوينه فيه بزاف، كيكون فيه واحد المذاق اللي زوين بزاف. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. كما قلت لكم هنايا درت لي غير واحد شويه ديال الكوك، تقدروا ديروا الكوك هكا في الاول ولا تخليوه حتى الاخر، وديروا اللي يعجبكم، تزينوا باش ما بغيتوا. نتمنى يعجبكم وتجربوه، وما تنساوش البنات ديروا لايك ديروا لايك ديروا لايك ما تنساوش تبقاو تلايكيو هكا الفيديو. وبسلام عليكم، والله يعاونكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله بحول الله.